منتخب مصر بعد فوز النهاردة تصدر المجموعة. النهاردة بقينا 14 نقطة، ده شيء جيد. مكسب النهاردة برغم أن المباراة زي ما بيقول بلغة الكرة تحصيل حاصل، يعني خلاص ضمننا الصعود، لكن كان ليها أهداف كتيرة حطها مستر كيروش مع الجهاز المعاون ليه، أهمها طبعا أن احنا نقدر نفوز. زي ما احنا شايفين الجدول، مصر لعبت 6 مباريات، فوزنا في 4، تعادل في 2، ولا هزيمة في أي مباراة، ده شيء جيد. سجلنا 10 أهداف، علينا 4 أهداف، النقاط 14 نقطة، كلها أرقام جيدة تحت قيادة كيروش اللي بدأ منتخب مصر يكون ليه شخصية، شخصية المنتخبات الكبيرة، شخصية الفوز. إزاي تقدر وإنت النهاردة خسران من أنجولا بره خارج ملعبك وسط الجماهير دي ترجع مرة تانية وتتعادل وتأدي أداء رائع؟ الحمد لله وصلنا للمباراة النهائية، المباراة الحاسمة إن شاء الله ليكون ليها يعني موفقين فيها عشان نقدر نروح كأس العالم، ويكون إنجاز لهذا الجيل إن احنا نوصل مرتين. الحمد لله عندنا لعيبة دلوقتي محترفة، عندنا لعيبة ما شاء الله في الدوري المصري، الدوري المصري اللي أصبح قوي جدا دلوقتي، فإن شاء الله الجيل ده قادر إن يوصل منتخب مصر لكأس العالم مرة تانية. دي كلها كانت مكاسب كبيرة جدا النهاردة. عندنا الفترة اللي جاية كأس العرب، عندنا كأس الأمم الأفريقية، وبعدها هيكون في المباراة الفاصلة. مستر كيروش وجهازه المعاون يقدروا يقفوا بقى على التشكيلة الأساسية، يقدر منتخب مصر يبقى ليه شكل أفضل، يقدر يتعرف أكتر على لعيبة الدوري الممتاز.